التغذية السليمة، الحياة الصحية، كيف نقدر ناكل أكل زاكي بنفس الوقت نضمن إنه إحنا ما عم ننصح، عم ننبسط بطلعاتنا مع أصحابنا ومع العيلة والجمعات، عم نتغذى وبناكل اللي بدنا إياه، محافظين على كسمنا ومبسوطين بالحياة اللي حوالينا. أول إشي بدنا نحكي عليه إنه إحنا ما بدنا نحرم حالنا من أي إشي حوالينا بالأكل. كان في قدامنا رز، كان في قدامنا خبز، كان في قدامنا صواني وصاجيات، كله بنقدر ناكل منه، بس بدنا نخفف من كمية الدهون اللي هي موجودة فيه. يعني بمعنى آخر، بدنا نعمل صاجية ما في داعي نحط اللية ونحوسها مع الصاجية عشان إحنا ننبسط عليها. بنخفف من كمية السمنة والزبدة اللي بناكلها بالأكل، بنستخدم الزيوت النباتية في الأكل عشان نضمن إنه الأكل تطلع خفيفة. إذا نيجي نحكي عن البهارات والملح والمكعبات اللي بنضيفها للمرأة اللي موجودة بالأكل، بصير نستخدمها؟ طب هي صحية يا مجد؟ لا، اللي بدنا نحكي إنه إحنا الملح والبهارات بنقدر نحطه بطريقة طبيعية جدا. بنفضل إنه الناس اللي بحاجة لملح زيادة يضيفوا الملح عن إنها الطبخة تطلع مالحة. مكعبات المرأة اللي بنضيفها للأكل بنفضل نبعد عنها قد ما بنقدر بسبب المواد الحافظة اللي محطوطة فيها. نلجأ للتتبيلة اللي إحنا بنقدر نعملها بخلطاتنا زي أيام إمهاتنا وجدودنا وإحنا مبسوطين. طيب يا مجد، احنا بنقدر نلعب رياضة؟ قالوا لي اني لازم العب رياضة عشان انا اقدر اوصل لجسمي المثالي اللي انا بدي اياه. كل حدا عارف انه احنا في عنا 70% لنوصل لجسمي المثالي من الاكل، 30% من الرياضة. احنا ما عم نمنع الرياضة اللي احنا موجودين فيها، بنفس الوقت اتجهوا للمشي، ما ناخد السيارة عشان نروح للسوبر ماركت، نمشي شوي اكتر، نطلع الدرج بدل الاسانسير، اتجهوا للسباحة طالما احنا هلا داخلين للصيف عشان نقدر نوصل لجسم مشدود ونحرق السعرات الحرارية الإضافية اللي عم نوصلها. خلي أكلكم صحي دايماً، اتجهوا للحياة الصحية، ما تمنعوا حالكم من أي أكل من أنواع الأكلات اللي انتوا جعبالكم ياها، وإن شاء الله كلنا لصحة أفضل لقدام.